النظام الغذائي او الدايت او الرجيم كل دي اسامي الحاجة واحده بتتدمر في المصيف وبيضيع الامل في الرجيم. من مصيف الاهلي بمنى هنشوف موضوع الدايت المرحوم الدايت من حلقه جديده من شط الاهلي. اتعرف بيكي؟ هلا بدير. قوليلي، انا شايفه ما شاء الله جسمك رشيق جدا، هل احنا طول السنه بناكل اكل معين؟ لا، مفيش اكل معين ولا اي حاجه، هي طبيعه الجسم بتبقى كده يعني. طيب ايه الحاجات اللي حريصه انك تاكليها كل يوم؟ المكرونه، انا بحب المكرونه جدا. المكرونه مش باينه. لا 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 لا، هو كده الواحد بقى تخن كمان، انا كنت اقل من كده بكتير. طب وفي فاكهه، في حاجه معينه، فيتامينز، فاكهه او حاجه معينه طول السنه بناكلها؟ الفاكهه، انا بحب الفواكه جدا، اي فواكه اتس اوكي تمام. طيب بما ان احنا على شط الاهلي، احب اعرف برضو حضرتك ايه الاكل اللي مرتبط عندك بالبحر؟ زمان جدا كانت من اهم الاكلات اللي على البحر الحاجات الخفيفه بقى، المكرونه بشاميل طبعا، باني، سباجيتي، الحاجات دي كلها يعني بتاعت البحر. بس دلوقتي مفيش، كله عايز ياكل بطاطس ناجتس الحاجات دي. اتعرف بحضرتك؟ حسام الدمير. محمد حافظ. هاجر حسام. غدا محمد. مصطفى الدمير. انا مش شايفه ما شاء الله ان احنا قاعدين وبناكل على البحر، والبحر يعني اكله هو بس اليومين بتوع المصيف كده يعني، لازم الواحد يعمل اللي هو عايزه. هل نعرف نقعد على البحر من غير ما ناكل؟ لا طبعا، ده اساسي، امال الكرش ده يطلع ازاي؟ طب بناكل ايه على البحر؟ بطاطس، اي حاجه، اي اكل. يعني ايه زي ايه مثلا غير بطاطس؟ بطاطس محمره، زلابيا، عنب، عنب كده متلج جميل. طيب ممكن ناكل ايه على البحر؟ يعني لب مثلا، شيبسي. فريسك، فريسكا بس. وممكن ايه اللي في ايد حضرتك ده؟ لا ده بطاطس. بطاطس على فريسكا يعني، مش حاجة. ده كوكتيل حادق على حاجة. أنا كنت عايزة أكل فريسكا، هو حسام جاب لي بطاطس، والله ما ذنبي يعني، ما غصب عني أنا باكلها وأنا متضررة. بس هو فعلا على البحر ممكن يتاكل حاجات خفيفه، فريسكا، مشاريب، شاي، نسكافيه، لكن لا بطاطس وماليات لا مش. طب وايه اللي بيحصل ده دلوقتي يا طنط؟ غلط غلط، حاجه غلط، معلش معلش يعني، هيعمل ايه؟ طيب احكي لي ايه اللي في ايدك ده؟ كورن، كورن دوج. طب وايه؟ مي مي، هو ده الكلام. شايفاك رايح كده فاهم، تغذي نفسك كده. طبعا طبعا لازم نتغذى، عشان نعرف نلبس لازم نتغذى. طب وايه الغذاء بقى اللي بتحب تاكله على البحر؟ هو مقليات، هي ما بتحبش مقليات انا اكلها. تترمي ببطني مش عادي جدا، عادي، لا ما بيفرقش معانا الكلام ده خالص. في اكل معين بتحب تاكله طيب غير المقليات والمقرمشات؟ لا يعني ممكن باتيه كده زي ده يعني، دومتي 100 100. اتعرف بيك؟ حاتم. نوران. احمد. انا شايفه في ايس كريم في ايد حضرتك. ما هو ده بتاع الشاطئ. ايه تاني ممكن ناكله على البلاج؟ اسمها جندوفلي ده اللي بيجيبوه، وال اسمها ايه، فريسكا. ممكن بقى الناس الكبار اللي زي حالاتي ياخدوا واحد قهوه، نسكافيه. عايزه اعرف انتوا متجوزين طبعا؟ اه. طيب المدام بتطبخ ايه طول السنه؟ والمدام بتطبخ سوتيه؟ لا بتطبخ حاجات كتيره والله، شاطره يعني، بتعمل مكرونه، بتعمل سلطات حلوه. لا لا، بتعمل بشاميل ومكرونه بالبشاميل، وبتعمل محشي وورق عنب، وبتعمل حاجات حلوه. في كيلوات كتيره سامعاها دلوقتي. لا بتعمل اكل حلو، وبعدين هي عارفه ان انا بحب الجيلي، فبتعمل جيلي على طول. صعب الجيلي يعني. انا شايفه في ايس كريم بيتاكل دلوقتي. طبعا طبعا. طب بتطلبوا ايه على الاكل؟ سوري، بتطلبوا ايه على البحر غير الايس كريم؟ بتاكلوا ايه على البحر؟ ممكن بتاكلوا ايه؟ فرايز، فريسكا، بيتزا وباستا وفطير، عارفه الحاجات بتاعت الساحل اللي من واحنا صغيرين دايما بناكل فطير وفرايز على البحر وحاجات كده. الاكل اللي هو بنزيد كام كيلو على البحر؟ يعني من ثلاثة بالمصيف يعني، ثلاثة لخمسة كده. بس المصيف ما ينفعش نعد. بنرجع نحرق ده ولا خلاص؟ لا بنحرق بقى، بنرجع من الساحل بقى ندمانين،
وبعدين نقعد نعمل دايت بقى ونخس ونحاول، وبعدين يخش الشتاء ناكل تاني فنتخن. فيعني اتشرف بحضرتك. انا ايمن يا فندم. حضرتك بتحب الاكل؟ هو ما فيش، الاكل ده اصلا غريزه بشريه منذ خلق الانسان، فخلق الله سبحانه وتعالى للانسان، فدي حضرتك مرتبطه بغريزه الانسان نفسه، كل انسان بيحب الاكل. طب الاكله المفضله لحضرتك؟ حضرتك الاكله المفضله اللي هي الاكله الصحيه، يعني انا بميل للاكلات اللي بعيد عن النشويات، الاكل اللي هو بعيد عن السكريات، اللي هو الاكل اللي يحقق زي مثلا الخضار، السلطه، الاكلات اللي هي بتدي صحه للانسان اكتر منها يعني سكريات او نشويات، لان طبعا الانسان بطبيعته لازم يحافظ على جسمه وتكوينه الجسماني عشان يعرف يشتغل وما يبقاش في شيخوخته تظهر امراض بعد كده اللي هي نتيجه للاكل الغير صحي اللي بيتناوله في شبابه. مظبوط. طيب بالنسبه للدايت، هل حضرتك عامل دايت ماشي عليه طول السنه؟ هو حضرتك في مناسبات زي الافراح طبعا الاكل بيبقى فيها بيبوظ الدايت، او مثلا حضرتك للاسف احنا عندنا شهر من اعظم شهور السنه للمسلمين هو شهر رمضان، ده تحفيز جميل جدا للامه الاسلاميه للحفاظ على الاكل، ولكن احنا بنبوظه لما بنيجي نفطر، يعني بنتناول السكريات، القطايف، الكنافه، الحلويات اللي فيها كل الديزرت اللي فيها مواد سكريه عاليه جدا بتبوظ الدايت اللي الانسان بيعمله طول صيامه. طب وهل البحر بيبوظ الدايت؟ هو البحر يا فندم او السويمنج عموما سواء كان في البسين او في البحر طبعا الانسان بيبذل مجهود فبيبقى عايز يعوض، بيطلع سو هانجري من البحر فبيبقى عايز يعوض. الانسان طبعا الناصح او اللي هو بيحافظ على الدايت اللي ماشي عليه بيبقى بياكل اكلات، يعني مثلا البيبسي وتناول مشروبات البيبسي والاكلات اللي هي مليانه بمواد غذائيه عاليه جدا بتدي بتبوظ الدايت، زي مثلا الحلويات زي ما قلت لحضرتك، النشويات عموما دي كلها. لكن الانسان لو حافظ على الاكل بتاعه حتى بعد خروجه بعد العوم في حمام سباحه او ان هو في البحر لازم يحافظ على نفس البرنامج الغذائي اللي هو ماشي عليه. تشربيها او بالنسبه لك هو ده يتشرب على البحر؟ على البحر يعني لازم اشرب المشروب ده؟ اي جوس بس يكون فريش، يعني اي حاجه بقى عندك، المانجا، الرمان، كيوي، الجوافه، اي حاجه من دي السكر يعني. تمام. والبطيخ؟ والبطيخ لا، نحب ناكل البطيخ ما نشربوش. بناخد البطيخ على البحر؟ طبعا البطيخ ده طقوس. والمانجا تاكلي بقى وتتبسطي يعني. ناكل المانجا وننزل البحر. ناكل بقى. احب اعرف برضو حضرتك بتطبخي لهم ايه في المصيف؟ يعني اطبخ لهم ياخدوا على البحر ولا اطبخهم؟ لا، وقت فتره المصيف نفسه. لا، بطبخ عادي زي نفس الاكل اللي احنا هناكله في مصر، بس ممكن يبقى فيه يومين سمك، يعني يبقى فيه يومين سمك، لكن بقيه المشويات فراخ مشويه كفته. يعني بحر يعني سمك؟ لازم سمك، لازم سمك مرتين على الاقل في السفريه يبقى فيه سمك، لكن بقيه الايام عادي نفس الاكل بتاع القاهره. سامع حضرتك بتقول كده حاجه مهمه. لا، النهارده عامله كبسه. انا عايز اقول لك بقى حاجه، ان احنا من جيل اللي كنا بناخد 3 وجبات على البحر. كنا ننزل الساعه 7 الصبح البحر، نروح على الساعه 7 8 بالليل. معانا فطارنا وغدانا وبطيخ وعنب. الجيل ده ما يعرفش الكلام ده كله، بياكل كورن فليكس وياكل مش عارف شيبسي. احنا كنا بناخد 3 وجبات فعلا على البحر. انما الجيل ده مظلوم والله، بياكل كلام اي كلام. ده حقيقي. ماما بتطبخ لك ايه في المصيف وطول السنه بتطبخ لك ايه؟ ما بتطبخليش حاجه. ده في انكار فظيع. انا اقول لا. في الساحل لا، يعني مكرونه الرائع الرسمي بتاع الساحل. هتشوف الكلام ده. ما هتشوف. ازيك يا ماما؟ مكرونه الرائع الرسمي بتاع الساحل، مكرونه وسمك بس. مكرونه وسمك وبانيه. مكرونه وبانيه. كشري. كشري. كشري.
كشري لازم يوم كشري كده عندنا يوم تسلقه ده ايه بس هو جرب الكشري بس مفيش حاجه تاني. طب وطول السنه اصلا ايه الاكل المفضل بالنسبه لك؟ لا كتير الخضار. انت بتروح الجيم؟ اه. يعني في اكل متابع طول السنه؟ في العادي في حاجات مشويه خضار سوتيه الحاجات دي. طب لما بتيجي بقى على البحر بتحافظ على الكلام ده؟ لا طبعا. لا طبعا ما ينفعش احافظ عليه. يعني الطول اللي بتعمله طول السنه بيبوظ على البحر؟ بيبوظ على البحر ما احنا بنعمله عشان يجي وبعد كده يبوظ. عزال على الجيم بقى سال الاستاذ على الجيم بقى بيعمل ايه في الجيم؟ جايب ميزان بقى بيقعد يوصل بقى بجرام طلع عيني ساليه كده بيعمل ايه؟ احكي لنا مطلع عينه ازاي؟ شايف اهو زيوت و طب يعني انت معنى كده انك بتاكل اكل طول السنه؟ اه معين بس باجي هنا بقى خلاص بقى ما بلخبط كل حاجه. اه ميزان كده صغير بقيس بس الحاجات اللي داخله الجرامات؟ اه بالظبط. اللي بتزيد في اللي في ايدك ده؟ لا ده بقى ده بره كل حاجه ده. طب ايه الاكل اللي سوري ايه الشرب او ايه المشاريب المعينه اللي تحبي تشربيها وانت قاعده على البحر؟ يعني قاعده على البحر يعني لازم اشرب مشروب معين، ايه بقى الماء؟ اي سموذيز مثلا بطيخ مانجا ميه اكيد. بس حضرتك تحب تشربي ايه على شاي بقى مع البحر. ما الشاي ده في البلكونه. ما هو كاني قاعده في البلكونه شاي وشويه لب كده يبقى 100 100 على البحر جميل. نسكافيه برضو شغال. لا انا ماليش في العصاير اساسا ولا في البيبسيهات ولا في العصاير، انا شاي ونسكافيه بس. لا ماليش في العصير خالص. تشرب ايه على البحر؟ برتقان عصاير بيبسي بنبوظ بقى اللي احنا عملناه زي ما قلنا. ده انت ضربت فاهم كالوريز بكله. اصل هو كام شهر 3 شهور نبوظ ونرجع نبني تاني. هتعمل كده 3 شهور؟ اه وماله. وحضرتك بتحب تشرب ايه على البحر؟ عصير بطيخ وعصير مانجا. بذر ولا من غير بذر؟ المانجا ولا البطيخ؟ اكيد البطيخ. المانجا صعب. لا في مانجا بذر. لا المشهور المفضل بالنسبه لي المانجا والبطيخ طبعا. المصيف زمان بالنسبه لكم كان ايه الاكل برضو اللي بتاكلوه على البحر؟ هو الفطير والبيتزا. نفس الاكل. كم وجبه بتاكلوه على البحر؟ لا يا واحده ورا بعض ورا بعض تلاقي نفسك ايس كريم. واحده لا هو بس انا بقى بتلاقي مثلا فريش جوس وبعدين فريش جوس هاتي فرايز وبعدين فريسكا وبعدين ايس كريم وبعدين جندوفلي معاك بقنا شغال. اه يعني الصراحه بصي انا بحاول على البحر على قد ما اقدر ما اكلش كتير يعني لاني ببقى عايز انزل اعوم العب فولي بول يعني انا بحب اعمل لان انا كنت بلعب ووتر بولو في النادي الاهلي وسباحه قبليها فانا متعود ان انا بحب ابقى يعني في رياضه في اكتيفيتي يعني فلما بننزل على البحر ببقى عايز اعمل اكتيفيتيز اكتر من الاكل فممكن اكل حاجه بسيطه بس لما بروح بدب بقى. طيب وحضرتك الايس كريم بتحب تاكله بايه على البحر؟ بالعيش. لا طعم ايه الطعم الفليفر؟ بحب الشوكولاته والمستك. ممكن تشرب ايه على البحر؟ ممكن اشرب نسكافيه والسيجار. طب والبحر زمان بالنسبة لحضرتك هو زي البحر دلوقتي؟ لا طبعا كل وقت بيبقى له آداب. كم وجبة بتاكلوها على البحر زمان؟ والله ما هي واحدة بس يعني. البحر بيجوع. اه طبعا ناكل يا كل ما انت قاعدة بتنقنقي. النقنقة مش أكل. وبعدين تروحي بقى تاكلي الوجبة الرئيسية. بتقول لك النقنقة حاجة والأكلة حاجة. ايوه ما النقنقة خفيفة. ما بتتحسبش وجبة؟ اه لا ما تحسبش دي خفيفة. طب ايه النقنقة وايه الأكل؟ الإيه؟ ايه النقنقة وايه الأكل؟ انت قاعدة كده تاخدي بسكوتة شوية لب تشربي حاجة عصير مش عارف ايه دي النقنقة يعني. الأكل بقى تروحي تغرفي بقى والعيش وتغمسي. طب بناكل ايه الصبح؟ قبل ما نيجي البحر الفول والطعميه طبعا ده اساسي هنا ما دي مشكله. وايه الاغواصه اللي ممكن نغوصها على البحر وبعدين ننزل ننط في البحر عشان هو نضيع هو السمك. ممكن ناكل سمك وبعدين ننزل بقى نعوم ونعوم السمك. ايوه بالظبط كده. طب واحنا صغيرين رايحين البحر مع اهالينا كنا بناكل كام وجبه على البحر؟ طبعا حضرتك خلي بال حضرتك السن نفسه بيختلف يعني مثلا الانسان في بدايه
تكوينه بيبقى محتاج مواد غذائيه، برنامج الغذائي بتاعه بيبقى ما بيأثرش عليه تناوله للمواد اللي فيها نشويات عاليه، لان طبعا لسه في بدايه تكوينه الجسماني، فمنطقيا هو ما بيحرمش نفسه من الاكلات دي. لكن لما بيوصل لسن بقى النضوج بعد 30 سنه بيبدا هنا بقى الكيرف ينزل في تناوله للمواد اللي هي فيها نشويات عاليه جدا، اللي هي بتعمل بيبقى سوفات، يعني بتعمل بعد كده دهون في الجسم، بتبقى ليها اعراض سايد افكت غير طبيعيه على الجسم، بتجيب امراض السكر زي ما حضرتك عارفه، هو المرض اللعين اللي ماشي الايام دي. حتى انا والدتي بتعاني من هذا المرض من نعومه اظافرها، يعني وهي صغيره وهي عندها 30، هو معروف ان هو مرض وراثي، بس لو حافظت على البرنامج الغذائي اللي انت ماشي عليه، ما تناولش سكريات عاليه، ممكن السكر حتى لو هو مرض وراثي بتناولك لمواد معينه من الاغذيه ممكن تبعد عن هذا المرض اللعين اللي هو بيصيب معظم دول الشرق الاوسط نتيجه لسوء تناول الاغذيه. مظبوط. طيب في اكل معين مرتبط دايما بالبحر سواء زمان او دلوقتي؟ هو حضرتك طبعا العصاير الجوز كل انواع العصاير مهمه جدا، لكن الكميه نفسها هي المعيار الاساسي في الحفاظ على تكوين الجسماني للانسان. يعني انا كنت باخد يعني مواد تدريبيه في الكالوريز او السعرات الحراريه، في برنامج المفروض الانسان بيحافظ عليه، انت ليك في اليوم كم كالوريز او كم سعر حراري، طالما انت محافظ على السعرات الحراريه اللي بتديها للجسم اللي هو بيحتاجها، فخلاص انت مش هتعدي الليمت او الحد اللي هو يوصل للفات او يوصل لك انت تكون انسان غير نحيف وتبقى انسان مليان ما تعرفش تلبس اللبس بعد كده، تبقى في مشكله في ارتدائك اللبس. احنا عارفين كلنا كل المودلز اللي ماشيه دلوقتي بتعتمد على التكوين الجسماني الرفيع، حتى في السيدات بيراعوا الحكايه دي، بيتنافسوا في انهم يعملوا برنامج للنحافه عشان يبقوا رشاقه، يبقى عندهم رشاقه، عندهم الحركه السريعه في شغلهم، حتى بيساعدهم انه بتؤهلهم ان هم يقوموا بكل واجباتهم سواء كان في عملهم او واجباتهم المنزليه، وبيقدروا حتى يكونوا قدوه لاولادهم في البرنامج ده. طيب بناكل مثلا سمك على البحر، بنحب ناكل فريسك على البحر، في اكل دايما بحري يعني الاكل ده لازم اروح على البحر اكله؟ هو حضرتك بالنسبة للوجبات الأسماك هي طبعا مهمة جدا لأنها يعني غنية بالفوسفور وبتدي فيتامين اللي هو مناسب للعظم. حضرتك هو المشكلة كلها في الرز، يعني في ناس بتاكل سمك مع رز، يعني يقول لك الرز دي وجبة مزدوجة مع أو لصيقة بالسمك. احنا حضرتك بنحاول ناكل سمك، السمك عموما ما بيساعد على يعني تقوية العظام في الإنسان، وفي نفس الوقت بتديله قوة ذاكرة، يعني بيبقى عنده الميموريز عالية جدا وقوة ذاكرته عالية، لأنه بيحافظ على كمان العظم بتاع الإنسان لما بيكبر في السن، حتى تلاقي بيوصي الأطباء بتناول الأسماك للكبار في السن لأن بيسببهم الزهايمر. السمك من أهم الفوائد ليه إن هو بيحافظ على قوة الذاكرة للإنسان، دي حاجة معروفة ليه يعني. إنما لو أنا حطيت جنبه بقى طبق رز دي المشكلة. وانا اجي البحر يعني اكل سمك وبحر؟ طبعا في محل، حتى المحلات نفسها بتبقى على الساحل وعلى المناطق اللي في البحريه دي كلها بتبقى مليانه، في محلات كتير جدا اسماك، لكن المشكله ان احنا نقلل كميه الرز على اساس نحافظ على وزننا. أتعرف بحضرتك؟ ممدوح يا فندم. عزة، حضرتك بتحب الأكل؟ أكيد زي كل الناس ما بتحب الأكل طبعًا، ولكن الواحد لابد أن يراعي بعض الأشياء المهمة. أولًا الناحية الصحية بالنسبة للأكل إيه؟ أنا مستفيد إيه؟ أنا عايز إيه؟ أنا سني بيتناسب مع إيه؟ يعني النهاردة وأنا لسه بعمل البادي بيلدينج بتاعي وأنا شاب صغير، غير لما اكون قربت على 40، غير اللي فوق 40، وطبعا ده شيء مهم جدا ولابد ان احنا كلنا نراعي هذا الكلام، لان انا جسمي محتاج ايه وهيستفيد ايه، لان انا ممكن اخد حاجه زي ما تفيدني ممكن اخد حاجه تضرني. طب ايه الاكل المفضل لحضرتك؟ والله يا فندم احنا زي ما عمر حضرتك يعني زي ما بيقولوا القول او العوام بيقولوا ان الجسم السليم في العقل السليم، واحنا بنقول ان الجسم السليم في الاكل السليم.
لو انا فعلا اخترت نوعيه الاكل اللي تناسبني اولا اكيد هيبقى اكل كويس، وبعد اكل كويس ان يكون اكل صحي، والا يبقى انا بضر جسمي مش بفيد جسمي. طبعا افضل حاجه زي ما قالوا ناس متخصصين، الجسم بيستفيد من الخضروات والفواكه ولكن بقدر معين وبطريقه معينه، والدليل على كده ان احنا بنشوف كل الناس الرياضيين بيتجهوا للفاكهه وبيتجهوا للخضار اكتر من النشويات والبروتينيات اللي هي ممكن تضرنا اكتر ما تفيدنا. فطبعا كل ما اهتمينا بال زي زمان ما كانوا بيقولوا ان لازم السفره يبقى عليها حاجه خضراء، طبق السلطه اللي كلنا بنهمله وكل اولادنا بيهملوه هو شيء مهم جدا لابد ان احنا كلنا نلتزم به، لان هو بيعتبر الاساس، الاساس اللي بيبني زي اساس البيت القوي، اذا اساس البيت كان قوي بيظل البناء قائما ودائما شادد نفسه ومسك نفسه. فلابد ان احنا برضه حضرتك نهتم بهذا الكلام، وطبعا ده بيجي دور الاب والام اللي هو بيرسخ في دور ابنه او بنته انها تبعد عن الاغذيه المحفوظه. كلنا بنحب الاغذيه المحفوظه وبنستسهلها، لكن يا ترى هل مضرها قد نفعها وقد طعمها الجميل اللي احنا كلنا بنحبه؟ اعتقد هذا الكلام فيه طبعا كلام يعني اخواننا الاطباء ممكن يفسروه طبعا اكثر منه. فلابد ان دور الاب او دور الام هنا ان هو يوعي ابنه الصغير انه يحب الحاجات الطازجه او الخضروات الطازجه او الفواكه الطازجه افضل بكثير من اي شيء اخر. مظبوط طبعا. طيب حضرتك ايه الاكل المفضل ليكي؟ انا السمك والمشويات. ده على مدار السنه ولا في المصيف بس؟ لا على مدار السنه اكتر. طيب ايه الاكل حضرتك اللي بتطبخيه وقت ما بتيجي المصيف؟ لا لا الحقيقه مش بطبخ في المصيف خالص. طب بنطلب اكل ايه؟ يعني هو طبعا بيختلف عن اللي في البيت، مثلا بيتزا طبعا دي حاجه يعني كلنا بنحبها، بس هي المعجنات طبعا ليها اثارها السلبيه برضو، بس مش بالكتره يعني، لو حاجه مره او اتنين او كده بتبقى حلوه. انا عموما ضد الفاست فود، مش بحبه اصلا، انا اصلا مش بحبه يعني، حاجه فاست فود ممكن اعملها في البيت وبقدر معين يعني، بقلل حاجات بالدهون والكلام ده كله، بس مش بحب الاكل بتاع الفاست فود ده خالص. I don't like it. طيب بالنسبه للاكل اللي بناكله على البحر، هل زمان كنا بناكل اكل معين على البحر ودلوقتي بناكل اكل معين تاني خالص على البحر؟ اكيد اكيد. يعني الاول البحر كان ايه؟ كان عباره عن ايه؟ ميامي، سيدي بيش، الكلام ده، ليكي كابينه هناك بتجيبي الاكل معاكي، بتبقى كانك قاعده في البيت بالظبط. بناكل ثلاث وجبات؟ هنا ممكن للاسف عشان مصيف، مش للاسف هو المفروض، بس على قدر، هي المفروض تتقسم لخمسه مش ثلاثه، هيبقى فيها سنايك بحيث ان انا ما ابقاش ضاغطه في وجبه واحده، بس هي للاسف هنا طبعا بناكل اكتر من الايام العاديه، وعلى البيتش اعتقد بناكل اكتر برضه. طيب بنزيد كم كيلو؟ كتير يعني، انا ببقى مثلا بعمل كومبوزيشن اللي هي بادي كومبوزيشن، فبلاقي ان هي المينرال زاد والووتر وكله بتلاقي زاد، والوزن بيبقى يزيد، مثلا بزيد 5 كيلو 6 كيلو ممكن في اسبوع. الدايت بيبقى مرحوم خلاص. انا ما بعملش دايت، مش بعرف اعمل دايت، بس بقنن في اكلي وبلعب رياضه، دي اهم حاجه، فده مع ده بحس ان انا بتحسن بصراحه يعني، جسمي بيفضل زي ما هو. الافريج ممكن ازيد ايه 5 كيلو ام لحق نفسي 6 كيلو، لا لحق نفسي يعني صراحه. المصيف بيبوظ الدنيا جدا، بس امر لابد منه يعني، المفروض ان انا يعني المفروض ان احنا نعمل حاجه احسن من كده، يبقى الفيجيتابلز اكتر، الحاجات اللي هي المفيده اكتر بالنسبه للاولاد ولينا احنا كمان ككبار. بس البحر بيجوع. اكيد اكيد اكيد، وبتاكلي لب وسداني وكل الناتس اللي تتخيليها بتاكليه، وبتاكلي حاجات وبتشربي مشروبات، صعب صعب انك انت تعملي كنترول على الوجبات بتاعتك بصراحه، صعب جدا، وما حدش بيعمل دايت اعتقد يعني، قله قليله اللي هم بيحافظوا على نفسهم. طيب حضرتك برضو محتاجين تعرفنا، هل طول السنه بنبقى متابعين ان احنا بناكل اكل معين وبنيجي على البحر بناكل اكل مختلف؟ اعتقد طبعا ان طبيعه الجو وطبيعه السيزون اللي بنبقى فيه سواء صيف او شتاء او خريف او ربيع بتؤثر اما ايجابا او سلبا على نوعيه الاكل.
يعني كلنا في الشتاء بنحب ناكل اكتر متهيألي شويه من الصيف. ممكن الصيف مع ارتفاع درجه الحراره شويه بيبقى مقلين للاكل شويه. لما بتيجي بقى اي حته ساحليه اعتقد ان هواء البحر برضه قد يكون بيؤدي الى ان ايه بيبقى فيه شهيه الاكل اكتر من كده شويه اعتقد. ناكل ايه بقى على البحر؟ زمان كنا بناكل ايه ودلوقتي ممكن نكون بناكل ايه على البحر؟ والله زمان حضرتك كنا بناكل اكل جميل جدا وكان اكل اعتقد انه مفيد اكتر من اكل دلوقتي. زمان كنا بناكل اللي هو الحاجات الخفيفه يعني كنا بناكل ذره كنا بناكل مثلا لقمه راضي كنا بناكل سندوتشات فول سندوتشات طعميه. ما كانش فيه يمكن تطرق لينا المأكولات واللحوم اللي هي او هنقول الفاست فود اللي احنا كلنا بنحبها واللي كل الجيل الجديد كلها بيحبها ونعتقد انها اضرارها اكتر من حلاوه طعمها. فياريت كلنا نرجع للاكل البسيط اللي يستفيد منه الجسم زي ما قلت لحضرتك في البدايه الفواكه والخضروات الطازجه هي دي اعتقد اللي ممكن تفيد الجسم وتخلي الجسم جسم صحي عشان يبقى زي ما قلنا زي ما بيقول العقل السليم في الجسم السليم يبقى الجسم السليم في الاكل السليم. طيب هل معنى ان احنا كنا زمان بناكل كل الوجبات على البحر؟ لا يا فندم مش كل الوجبات على البحر يعني احنا ما كناش مقيمين على البحر يعني ولكن كنا بنقضي وقت كتير يمكن اكتر على البحر شويه واحنا لسه في سن الطفوله او الشباب. كان طبعا الوقت يعني يمكن اطول شويه او في مساحه الوقت اكتر من كده دلوقتي شويه فكنا يمكن بيبقى في وجبات كامله زي وجبه الغداء مثلا بنتناولها او جزء من وجبه الفطار بنستكملها. فكنا طبعا اكيد نوعيه الاكل حضرتك بتختلف لا سيما مع انتشار الوجبات السريعه اللي هي انا بعتقد تاني وبقول يا كل اب ويا كل ام خلي بالك وانت بتوكل ابنك انت بتؤسسه زي بتاسس البيت. البيت اذا اتاسس صح وكان اساسه كويس ان شاء الله هيبقى طول عمره كويس. مارينا كنا مع حلقة من شط الأهلي إلى اللقاء.